مرحبا يا حلوين. طبعا ما في احلى من الواحد يكون بالطبيعه، بمحل بشع من هاي طاقه الطبيعه والسكون والحب والامان. واليوم حبيت اشارك معكم رساله عن ثيم كتير 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 عم تسالوه بالكوميونتي لكتير كتير سنين، اللي بخص البيربس. بيربس هي كلمه كبيره، المجتمع الوعي عم بيسأل عنه كتير، علشان عم بيصير في شيفت من العالم القديم للعالم الجديد، من الشغل القديم للشغل الجديد، من الأرض القديمة للأرض الجديدة. فبهاي الشيفت في شيفت كبير بيصير بالشغل اللي عم نقدمه للعالم. فكتير من الناس عم بيسألوا إيش أنا لازم أعمل، مين أنا، إيش الشغل اللي بدي أعمله هلأ، عشان ما بقدر أتناغم مع الشغل اللي كنت أعمله بس من عقلي، أكتب، أكون بمكتب، ما يكون فيه روح، ما يكون فيه حب. فاللي حبيت أشاركه معك اليوم هي إنسايت كتير كتير عميقة رح تغير حياتك. Your purpose، الإشي الوحيد اللي بدك تركزي عليه هو الحب. كيف؟ أي إشي بدنا نعمله أهم من الإشي نفسه هو إيش الطاقة اللي أنت عم بتدخلي بهذا الأكشن، بهذا الشغل، بهذا المجال، بهاي السيشن، بهاي الأكلة. ف the only thing إحنا بدنا نعمله، the only thing أنت بدك تعمليه، the only thing أنا بدي أعمله، هو إنه نتصل مع الحب اللي جواتنا، نتصل مع قلبنا، نتصل مع روحنا، نتصل مع هذا المحل اللي جواتنا اللي متصل مع كل شيء بالكون، مع كل إنسان بتعرف عليه، مع كل إنسان على هذا الأرض، مع كل حيوان على هاي الأرض، مع كل شجرة على هاي الأرض. فالاتصال هو أول وأهم شيء بنقدر نعمله بحياتنا، عشان إذا أنت مش متصلة مع حالك، مع الصوت اللي بيجي من عمق قلبك، مع الحب اللي بيجي من عمق قلبك، ما رح تقدري تقدمي إشي بيعني لك إشي بالعالم، أو بيعني لأي حدا إشي، عشان أنت بس عم بتقدمي زي الروبوت، إشي أوتوماتيك، مش إشي عميق. فالريليزيشن رح تساعدك كتير تعرفي إنه الإشي الوحيد اللي بدك تعمليه هو تقدمي حب بمجال واحد أنت بتلاقيه وبتستمتعي فيه، ولقيتي طريقة تقدمي حبك فيه. لو أنت كوتش وبتعملي سيشن، أنت عم تفتحي مساحة حب. لو أنت عندك مطعم، أنت عم تخلقي مساحة حب وأكل فيه حب، يعني بيعطي حياة للجسم وللخلايا ولكل شقفة من الشخص اللي بيأكل من هذا الحب أو كونسيوم من هذا الحب. فبحس إنه كتير مرات منعقد الأمور، أنا إيش بدي أعمل؟ طب أنا جربت هيك وجربت هيك وجربت ولا شيء عاجبني. هو عادة هيك بيصير عشان في محل أنت جواتك لسه مش متصلة معه، مش راكزة معه، مش حاسة حالك جذورك بالأرض وقلبك بيفتح للسماء. عشان الدقيقة اللي أنت بتلاقي هذا الاتصال وهذا البالانس وهاي الروتدنس بحالك مش بالعالم اللي براتك، رح تصيري تقدري تقدمي هذا الحب لأي إشي بتعمليه، ورح تصيري تحسي مش كتير مهم هالقد إيش الإشي اللي بعمله، as long as أنا عم بعمل إشي عن جد عم بستمتع فيه وعن جد عم بقدم حب للعالم. فهذا الفيديو بس هو عبارة عن تذكير، إنه أذكرك أهم شيء تفكري فيه إيش الطريقة اللي أنا رح أقدر أقدم فيها حب للعالم. ويمكن من سنة لسنة تتغير هاي الشغلة، يمكن سنة يكون مثلا أنا بس بديت كنت عم بعمل شامانيك بريثورك، بعدين صرت عم بعمل أكتر كوميونيتيز بعمان، بعدين صرت أعمل جوديس دانس رأس، بعدين يوغا، بعدين كوتشين، بعدين كونتنت، بعدين ريتريتس، بعدين سو الإشي نفسه مش مهم قد ما الإشي اللي وراه، من وين عم بيجي، إيش المي اللي عم تزرعه، والأرض اللي هو ثابت فيه، والهواء اللي عم يشمه. فأهم شيء طبعاً نطلع الطبيعة، نحس هذا الاتصال، نكون مع ناس عندهم هذا العمق، بيسألوا الأسئلة الكبيرة، عشان هدول الأسئلة اللي رح تخليكي زي مراية
تقدري تشوفي حالك بطريقة أعمق، بطريقة بيوند بس الإشي الماتيريال اللي إحنا متعودين to lean on. نشت بليز احكوا لي إذا العربي عم بتحسن ولا عم بتعطل in the comments below. anyway هاي السنسيت عم نحضر مع بعض آخر كم ثانية بالنهار والضو هيك بشوفه زي أحلى إشي بالمحل اللي أنا فيه، وكل يوم بفيق وبسبح بالبحر وبعد بالشمس وبحس هيك الحياة. فمن هذا المحل أنا كاستي معباي بقدر أجي اليوم وأبعث لك هاي الرسالة وأعطيكي حب فيها، بتمنى إنه بيكون عم بيوصلك من هدول الكلمات وهاي الطاقة. So that's all we have to do. Serve our love. تعطي حبك للعالم. I hope that serves you. وإحكي لي كمان بالكومنتس بلو إيش الطريقة اللي أنت بتحبي تقدمي أو جربي تبدي تقدمي هذا الحب للعالم. وطبعا اكبسي لايك على الفيديو، سبسكرايب تو ذا شانل عشان اشوفك الاسبوع الجاي. واذا بتحبي تشاركيني بمجتمع الانر سيركل، احنا بنتلاقى كل شهر وبنحكي عن هدول المواضيع بطريقه اعمق وبمساحه اكبر. فاذا بتحبي اللينك بلو وبشوفك الاسبوع الجاي.